انت يا حضرت ما تفهمش عربي؟ هتدفع ال 100,000 جنيه كاش هتاخد الكمبياله بتاعتك، غير كده انا ما افهمش. يا عم عبده، يا استاذ عبده، انت ابو الذوق وابو المفهوميه. بقول لك اتزنقت في السوق يا اخي، انا جاي مني 5 بكاوي بس، اديني الكمبياله. يا راجل اسمع، الراجل بيقول لك جاي منه بخمس بكاوي، انت اولى بيهم يا اخي، ما توقفش الدنيا بيه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والله العظيم انت لولا عميله قديمه عندي انا كنت عملت لك فضيحه كبيره في البنك. يا عم فضيحه ليه؟ ربنا يكفينا شر الفضايح. شكل الخمسه مش عاجبينا. ايه رايك انا هخليهم 10 بكاوي بس، اديني الكمبياله المره دي. يلا يا ريس، ده رزقك ورزق عيالك يا اخي. ده انت ما ركبتش عربيه لحد دلوقتي، ده انت فقري قوي. مشيها بقى، ما توقفش المراكب السايره. سايره ايه ووقفت ايه؟ قوم يا راجل انت من قدامي. يا راسل والله العظيم اجيب لك البوليس واعمل لك قضيه واحبسك. امشي من قدامي. ولا بوليس ولا دياولو، في ناس كيفة فقر وعنطزه. فقر؟ انا فقري برضو يا راجل يا عشوائي يا فاسد. وانت يا ثروت بتقعد على اي عربيه يا ابو عربيه؟ اخص عليك ولا يعرفك. عم جيت بتعرض عليه نشوه على اخر الزمن.